ولذلك فإن هذه الأمة مجمعة إلا من شذ منها، إلا من شذ منها، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل منهم من العلم بالقرآن وبسنته صلى الله عليه وسلم، وهي ما أوتيه من الوحي كما أوتي النبيون من قبل، قدر لا يلحق فيه أحد من التابعين سواء كان الصحابي قديم الصحبة، سواء كان الصحابي قديم الصحبة له صلى الله عليه وسلم منذ أول البعثة، أو كان حديث الصحبة لم يدرك إلا في آخر حياته بأبيه وأمه قبل أن يقبضه الله عليه ويوفى له. وذلك لأن كل صحابي لم يخرج من جاهليته إلى إسلامه إلا بعد أن استوعب بهذا التذوق النافذ العميق قدرا هائلا من علم الكتاب المنزل، حين تهدم الحاجز الكثير فانكسب له أن هذا الكتاب كلام الله المباين لكلام البشر. والجهد الذي بذله كل صحابي في هذا التذوق الذي يضاف جهد لا يستطاع تحديده أو تصوره، والذي عانه كل منهم في سبيل هذا التبين الفاصل بين القرآن وبين كلام البشر محنة شديدة على النفس الإنسانية لم تمتحن مثلها قط، ولا يبلغ النظر النفاذ إلى حقيقة. ولذلك رفعه الله درجات فوق سائر عباده وقال لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه صفة الأمة الماضية، أما الأمة الحالية ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: دعوا لأصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم أو نصيبه. ولذلك أيضا شدد علماء الأمة المكير حتى بلغ التكفير على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غمس لسانه أو قرنه بسوء الأدب وقلة الحياء من الله في شيء مما وقع بينهم من خلاف أو نزاع أو فتاح. وأحب أن أختم هذا الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عانوا بخبر رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا صفوان بن عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن مفرح عن أبيه قال: جلسنا يوما إلى المقداد بن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأسا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ليجدنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب المقداد غضبا شديدا، قال ابن فيح: فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل المقداد عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيره الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم
لم يجيبوه ولم يحدثوه. ألا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون ما جاء به نبيكم قد أفيتم البلاء بغيركم بما لقي الصحابة. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون عن نبينا أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد ووالده حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده. حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. إنها التي قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا خبر يبلي القلوب ويبكي الأعين ويلقي الرعب في النفوس وهو عظيم الدلالة على مقدار التصدع والتمزق الذي لقيه العرب الذين كانوا في الجاهلية ثم ابتاز الهول كل من الإسلام. وصاحب كان القرآن عليه صلوات الله عليه ولكن يا سوء ما صرنا إليه أن يجترئ مبتلع غيبه الله عن محرم لا يدري لو شهده كيف يكون فيه فيتهجم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلق لسانه وقلبه فيما وقع بينهم من خلاف ويقضي في أمر إسلامهم وجوههم لله قضاء يوجبه أن يقول إن فلانا وفلانا وفلانا من الصحابة لم يدخل الإيمان قلوبه قط. اللهم اغفر لنا وتغمدنا برحمتك وقنا عذاب النار. هذا أيضا مختصر جواب السؤال السادس مع استطراد لا يلتحم به ولكنه لا ينفصل به.